السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج يسألونك. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل غياب الوازع الديني دنت الأخلاق وفسدت القيم واستفحلت الخصومات عند الكثير من الناس. ساء ظن الأفراد ببعضهم وكثر القيل والقال، ومات الضمير وأزهقت الأنفس بدم بارد. ضيعت الحقوق واستفحلت الخصومات، وغابت المروءة وانتفت الأخوة في الدين والمعتقد عندما سقط البعض في مستنقع الكراهية. حرص الكثير في أكل أموال الناس وأزبدت الجريمة بمختلف مجالاتها. فما مفهوم الأخوة في الإسلام؟ وكيف يمكن أن تكون واقعا سلوكا ومنهج تعامل وحياة؟ وما حقوق المسلمين تجاه بعضهم؟ وما موقف الإسلام من دم المسلم وماله وعرضه؟ وكيف نحقق الأخوة الإسلامية في ثقافاتنا؟ حقوق المسلمين هو موضوع حلقة اليوم في برنامج يسألونك. ضيفنا كالعادة الشيخ عبد الفتاح قديش اليافعي، الباحث المتخصص في علوم الشريعة، رئيس مركز الخيرات العلمي الدعوي. مرحبا بك سيد الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. الشيخ عبد الفتاح، اليوم يعني الشحناء، البغضاء، أخذ أموال الناس إلى آخره، هذه الأشياء التي ربما قضت على مفهوم يعني الحقوق المتقابلة يعني التي نص عليها الشرع والشريعة الإسلامية والدين الإسلامي عموما، يعني فما مفهوم الأخوة في الإسلام أولا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. يعني يجب أن تكون علاقة المسلم بأخيه المسلم كعلاقته مع أخيه في النسب، من حيث العاطفة الداخلية ومن حيث المتطلبات والحقوق الظاهرة. لكن هنا أمر مهم فيما يتعلق بالأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية في الإسلام ليس فيها أي تمييز بأي معنى من المعاني، بمعنى كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخي له الحقوق. لا يجوز أن يفرق بيني وبينه حدود سياسية وبلدان وأسماء بلدان، لا بأس أن ننتمي وأن نتسمى بأسماء القبائل والبلدان وإلى آخره من المسميات الفرعية، ولكن لا يجوز أن نعقد عليها حقوق الأخوة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. فلا يجوز أن تفرق بيننا حدود سياسية ولا أسماء قبلية ولا أسماء مناطقية ولا ألوان ولا لغات. المسلم أينما كان في شرق الأرض أو غربها، في أي لون كان، من أي قبيلة كان، من أي لغة كان إلى آخره، هو أخي في الله، يجب أن أؤدي له الحقوق التي افترضها الله عز وجل عليه. نعم. سيدي، على ذكر الحدود السياسية المصطنعة، ألا ترى بأن هناك اليوم أصبحت الحدود السياسية محل انتهاك الأخوة الإسلامية، انتهاك حقوق المسلم، انتهاك حقوق يعني بعض الأفراد إن لم يكن آلاف بل ملايين؟ ما الرسالة التي تراها في هذا الجانب؟ يعني ما القراءة التي تقرأها في هذا الجانب؟ نعم، إذا ننظر إلى خلفية هذه الحدود التي هي حدود سياسية بين الدول، 54 دولة، دول المسلمين، ويجب أن تكون دولة واحدة. من وضعها؟ إحنا صرنا فعلا أضحوكة للآخرين. سايكس وبيكول البريطاني والفرنسي عندما كانوا أصحاب انتداب على البلدان العربية أيام الاحتلال الفرنسي والبريطاني، أخذوا خارطة الرجل المريض، خارطة دورة الرجل المريض الذي هو تركيا والخلافة العثمانية، وأخذوا القلم والورقة والتي فيها رسمة الخريطة، فجعلوا يعملون هكذا بأقلامهم على تركة الرجل المريض، وما كان يتصور أبدا أن تصير هذه الخطوط التي رسموها بأقلامهم على الخريطة حدود تقام عليها ولاءات وحروب بين المسلمين. حتى أنه من المهزلة عملوا خط بين سوريا ولبنان، خط هكذا رسموه بالقلم عشوائي عندما أرادوا أن يعطوا سوريا لبعض الناس ولبنان لآخرين. جاء الخط عندما نظروا في واقع الخريطة في وسط قرية من القرى، فقاموا يضحكوا ويسخروا، قالوا: ما في مشكلة، يمكن يكون نصف هذه القرية في سوريا
ونصفها في لبنان، بل البيت الواحد ممكن يكون نصفه في سوريا ونصفه في لبنان، الشخص يتعشى في سوريا ويتغدى في لبنان من باب السخرية والمهزلة التي وصل إليها حال الأمة الإسلامية. أنا أتوقع أنه لم يكن يخطر لهم ببال أن المسلمين سيعقدون على هذه الحدود التي رسموها بالقلم على الخريطة سيحصل عليها ما هو حاصل الآن من الولاءات والحروب والنصرة والعداء والبغض والحب إلى آخره. يعني مثلا وإن أطلنا قليلا، مثلا في بلدان مجاورة يتعامل مع أخي المسلم، وحتى في بلادنا حتى لا نبرئ أنفسنا وما أبرئ نفسي، يتعامل مع أخيه المسلم الذي يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس العقيدة والمبدأ والدين وإلى آخره، يتعامل معه على أنه أجنبي. إيش أجنبي هذا؟ أخي المسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله يحملها وأنا أحملها، ليش تفرق بيني وبين حدود وضعها سيكس وبيكو والمستعمر؟ فلا، في بعض الدول لا يمكن أن يتملك لأنه ليس من هذا البلد، ولا يحق له أن يبني بيت في تلك البلد لأنه ليس من هذا البلد، ولا يفتح دكان ولا يكون معه مزرعة ولا 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 ولا، كأنه عبد في تلك البلد. وحتى في بلادنا أنا أعرف أناس إخواننا مسلمين جاءوا من دول أوروبية أسلموا يريدوا يعيشوا في بلاد اليمن لأنها بلاد الإيمان والحكمة كما سمعوا في الحديث النبوي، وهي كذلك إن شاء الله، نتمنى أن نكون كذلك إن شاء الله. فإذا القوانين والأنظمة تعقد، لأنك أنت لست يمني، هو يريد يشتغل في باص، تخيل، يريد، هو فرنسي يعمل في فرنسا بآلاف اليوروهات هناك، بس ما يريد أن يعيش في تلك البيئة التي هي يعني بيئة لا تحافظ على العفة، يريد يحافظ على أولاده وعلى أسرته. فجاء إلى بلاد اليمن متزوج يمنية، جاء يريد يعمل في باص، مستعد يعمل في باص مقابل أنه يحفظ دينه ودين زوجته وأولاده في هذا البلاد. راح قالوا ممنوع أنك تتملك سيارة أجرة لأنك لست يمني. إيش الجاهلية هذه؟ فكما تدين تدان، احنا بنعامل الاخرين بهذا الاسلوب، الاخرين سيعاملون بهذا الاسلوب. ما في عندنا تفريق في المسلم، يقع يمني يقع سعودي يقع مصري يقع فرنسي يقع من اي بلد، مسلم لي وله حقوق واجبات متساوية في كل شيء، ابدا لا يمكن ان نفرق. بارك الله فيك. هذا على المستوى الرسمي والمستوى السياسي. ايضا على المستوى المجتمعي لا يزال هناك اناس ينتقصون بعضهم بعض، هذا شمالي هذا جنوبي هذا يعني من المكان الفلاني هذا من المكان الزعطاني هذا من القبيلة الفلانية، يعني هناك انتقاصات للحقوق والأخوة حتى على مستوى القبل المحافظات يعني المناطقية الطائفية أيضا. ما مشكلتها فيها؟ ما مشكلتها؟ ما موقف الدين من هذه النعرات المقيتة يعني؟ نعم، عندما نتأمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، في الحديث الآخر مثل المؤمن في تودي وتراحم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وفي الحديث الآخر المؤمن للمؤمن كالبنيان. هناك مسميات قبلية مناطقية مذهبية سياسية فرقت بين المسلمين، وللآخر للمستعمر الذي يريد أن يضعف الأمة دور، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تنازعوا فتفشلوا، قطعا إذا تنازعنا لابد أن نفشل لأن الله قال هكذا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمشكلة الكبرى فينا، لأن احنا عندنا قابلية أننا نتشتت ونتمزق تحت هذه المسميات. فلا يجوز أبدا أبدا أن تفرق بين المسلمين سواء داخل البلد الواحد أو البلدان المختلفة، أن تفرق فيما بيننا حدود سياسية أو مسميات سياسية أو مسميات مذهبية أو مسميات قبلية، لا بأس أن نتسمى، ولكن لا يجوز أن نعقد عليها حقوق وواجبات. وكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل عربي على عجم ولا الأسود على أبيض إلا بالتقوى. لا يجوز أبدا أن تفرق بيننا هذه المسميات الجزئية. الشيخ عبد الفتاح، لو سألت الطرف يعني التي ربما عليه بعض المآخذ وخاصة في الحدود المصطنعة، سيقول لك أنا من حقي أن أنظم شؤون بلدي، أنا من حقي أن أحفظ يعني أوفر العيش الكريم لأبنائي جلدتي، أنا من حقي أن أحافظ على محافظتي، أنا من القاع يعني جنوبي أنا شمالي أنا. هذه يعني ألا ترى في أنها مشكلة بحد ذاتها؟ يعني أمر التنظيم أمر مطلوب، لابد أن ننظم شؤون البلاد الداخل الخارج فيها إلى آخر، يعني ليس الكلام عن تنظيم شؤون البلدان، هذا لابد منه، ولابد أن يعرف كل داخل كل خارج، ولا بد أن يكون هناك إجراءات وإحصائيات رسمية إلى آخره. ليس هذا الإشكال هنا، الإشكال أنه إذا أنت من أهل هذه البلد وأنت مسلم لك أن تتملك، لك أن
تتاجر لك 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 إلى آخره من الحقوق. أنت لست من أهل هذا البلد وأنت مسلم، تقول الله محمد رسول الله، ليس لك أن تتملك، ليس لك أن تتاجر، ليس لك أن تستثمر، ليس لك أن تبني بيت، ليس لك أن تشتري أرض، ليس لك إلى آخره كما هو حاصل الآن ضمن الحدود، حدود التي وضعها الاستعمار. التنظيم أمر مطلوب، ولكن أن نفرق في الحقوق والواجبات هذا لا يجوز أبدا. بارك الله في الشاب الفتح. كيف يمكن أن نحقق الأخوة سلوكا ومنهج تعامل وحياة في حياتنا المجتمعية وأيضا في حياتنا السياسية؟ نعم، عندما نتأمل في حالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا قبل الإسلام متقاتلين متناحرين، سواء على مستوى المدينة، المدينة المنورة، كان الأنصار بعضهم مع بعض بينهم حرب استمرت سنين، والعرب فيما بينها حصلت بينهم حروب كما نعلم، داحس والغبرة والبسوس وغيرها وإلى آخره، ما يحتاج أن نعرف كيف كانت الحالة قبل الإسلام من التشتت والتمزق. جاء الإسلام، كيف صارت الحالة؟ جاء المهاجرون إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كيف صارت الأحوال؟ إلى درجة أن الصحابي يقول لأخيه المهاجر الأنصاري، يقول للمهاجري: خذ نصف مالي وانظر إحدى زوجتي أطلقها لك، تنتهي عدتها وتتزوجها. طبعا الطرف الآخر أيضا هو مترفع ومتورع، ما قال فرصة أخذ نصف المال وأتزوج واحدة من النساء، لا، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. بس انظر إلى الارتقاء في درجة الأخوة الإسلامية، إلى درجة أنه مستعد أن يشاطره نصف ماله ويزوجه واحدة من زوجته، درجة الأخوة الإسلامية. درجة الأخوة الإسلامية بلغت بهم إلى حد الإيثار، حد الإيثار أنه يظل بدون عشاء هو وأولاده وزوجته ويعشي أخاه المسلم إلى آخره. والنماذج كثيرة، وهذه النماذج أيضا كانت إلى حد قريب موجودة في الناس، الآن فسدت خلال 15-20 سنة الأخيرة. هذه سببها أمران: ذهب وازع السلطان وذهب وازع القرآن. لا عندنا الآن وازع السلطان انتهى، وازع القرآن ضعيف في الناس. الحل: نعيد ونحيي وازع السلطان ووازع القرآن في الأمة حتى تعود لها هذه الأحوال من الأخوة الإسلامية وإلى آخرين. بارك الله فيك يا شاب الفتح. لو أردنا أن يعني أن نلخص القول أو نفصل القول في مسائل يعني حقوق المسلمين تجاه بعضهم، أين سنبدأ؟ كيف تتحقق هذه الحقوق؟ نعم، نستطيع أن نقول أن حقوق الأخوة الإسلامية جزءان أو صنفان: فعل وترك. هناك أشياء نفعلها وهناك أشياء نتركها. الأشياء التي نفعلها في حقوقنا الإسلامية تجاه بعضنا البعض كثيرة، منها الولاء والنصرة. إيش معنى الولاء؟ الولاء أن أعتبر أخي هذا المسلم مهما كان، كما قلنا، لون ولغة ومنطقة وقبيلة إلى آخره، أن أعتبر أنا وهو أن نكون في علاقة الولاء والنصرة والمحبة والإخاء، وينتج عنها في الواقع أفعال. الولاء والبراء مهم. هنا نقطة مهمة جدا. أنا أريد أن أقف عند الولاء والنصرة. اليوم البلدان العربية تحديدا الإسلامية على وجه الخصوص واليمنية يعني هي التوب، خرجت يعني أحزاب، أصبح مفهوم الولاء والنصرة يأتي في إطار المفهوم الضيق، مفهوم الحزبي. هل هذا من الولاء والنصرة؟ هذه من الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى أحد المهاجرين يا للمهاجرين، وعندما قال الأنصار يا الأنصار، اختلف مهاجري وأنصاري، يعني كادوا يتضاربون، فنادى المهاجرين للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار، اجتمع مجموعة من المهاجرين والأنصار. طيب، اسم المهاجرين اسم يحبه الله، واسم الأنصار اسم يحبه الله، لكن لما صار هذا الاسم الذي يحبه الله سببا للتعصب، سببا للولاء الضيق، سببا للتفرق، صار جاهلية. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، ايش فعل؟ اتى وهدى بينهم وقال: أبدعوا الجاهلية وانا بين ظهوركم؟ دعوها فانها منتنة. اذا فرقت بين المسلمين مسميات حزبية او سياسية او مذهبية او مناطقية او قبلية او لون او لغة او اي لاخره، فهي جاهليات. اسم المهاجرين والانصار اسم يحبه الله ورسوله، لكن لما صار سببا للولاء الضيق صار مرفوض. نعود إلى مسألة الولاء والبراء، نقطة مهمة جدا. كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدعوة عندهم مفهوم خاطئ لها. المسلم ليس منه براء أبدا، البراء من غير المسلم، المسلم له الولاء فقط. طيب، يقول لك: وإن أذنب؟ نعم، وإن أذنب.
أبو ذر رضي الله عنه كما روى الطبراني كان هناك واحد شارب خمر، فالناس قاموا يسبونه أمام أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء قالوا لا تسبوه. قالوا ألا تكرهه وهو شارب خمر؟ قال إنما أكره عمله، أما هو فأخي، إنما أكره عمله. أنا أكره هذا الشيء المنكر، أبرأ من هذا المنكر. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، مش منكم، من المؤمنين، ما فيش براءة، فقل إني بريء مما تعملون. لما خالد رضي الله عنه أخطأ فقتل بعض المسلمين ظنا منه أنهم لم يسلموا، عندما قالوا صبأنا، هم يريدون يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فظنهم أنهم لم يريدوا الإسلام فقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ليس من خالد، هو فعل خطأ، هو مسلم، فأبرأ إليك مما صنع خالد من فعله. المسلم يبرأ إلى الله من فعله إذا فعل فعل سيء، ولا يبرأ إليه منه، ليس من المسلم براء. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أهل العصاة، مع أهل المعصية والغفلة؟ ذاك شارب الخمر قال لا تعينه الشيطان علينا ويحب الله ورسوله، معروف القصة. ذاك الذي أراد أن يقول إذن لي بالزنا كيف تعامل معه؟ ذاك الذي قال اتق الله يا محمد وأعدل فوالله ما أريد بهذا القسم، ويلا كيف تعامل معه إلى آخره. فمفهوم الولاء والبراء عند كثير من الناس مفهوم خاطئ، حتى في البراءة من أهل الكفر. باب استطراد لا بأس إن شاء الله. بعض الناس يظن أنه معنى البراءة من أهل الكفر أني أسيء أخلاقي معه، لا، البراءة منه أني أعتقد في قلبي الكره له ولما يحمله من الكفر، فإذا تركه وأسلم فهو أخي. ليس معنى أني أسيء أخلاقي معه. ننظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع اليهود، مع المشركين، مع المنافقين في غير حالة الحرب، بل حتى في الحرب كان يتعامل معهم بأخلاقيات راقية صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه بعض الناس يظن أنه الولاء والبراء معناه سوء الأخلاق وسوء المعاملة مع الغير، لا، حسن المعاملة ليس لها علاقة. الولاء والبراء عمل قلبي ينتج عنه أفعال، ليس سوء الأخلاق مع غير المسلم أو مع المسلم العاصي ليس له أي شيء من الولاء والبراء. شيخ عبد الفتاح، أيضا الحقوق أيضا التعاون والتأجر، ما مفهوم التعاون والتأجر وكيف يمكن تحقيقه؟ نعم، فعلا هذا الحق من الحقوق الغائبة بين المسلمين، التعاون والتأجر، وإن وجد فهو يوجد ضمن الطائفة الواحدة أو المذهب الواحد أو الحزب الواحد، وليس كمفهوم أمة. احنا عندنا في الإسلام مفهوم الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، خطاب لكل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد حضرت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي بعمر النعمة لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت. حلف بين كفار لأن فيه تعاون على البر والتقوى، النبي صلى الله عليه وسلم حضره وقال لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت، مستعد يحضر صلى الله عليه وسلم. حلف فيه تعاون على البر والتقوى مع كفار، فكيف لا نتحالف نحن على البر والتقوى ونتعاون على البر والتقوى وإن اختلفنا ونحن مسلمون. فأنا أوجه رسالة من هنا إلى كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم، نقول لهم كما قال الشيخ محمد رشيد رضا، لنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لنترفع قليلا عن الولاءات الضيقة في التعاون والنصرة، ونوسع دائرة التعاون والنصرة والتآزر إلى مستوى الأمة وليس إلى مستوى الحزب أو الطائفة أو المذهب أو الجماعة. هذا كلام الله ورسوله، يعني إن بعض الناس فعلا يغفل عن هذا بسبب ضغط الجماعة أو الحزب أو الفئة أو المذهب. بارك الله فيك شيخ عبد الفتاح. هل أيضا الألفة والمحبة ويعني وتشجيع هذه الثقافة هي أيضا حقوق المسلم على المسلم، أم أنها يعني ثقافة مجتمعية لا أكثر؟ بلا شك ولا ريب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ما في إيمان بلا محبة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ما في إيمان بلا محبة، ولا دخول جنة بدون إيمان، ولا محبة بدون سلام. لأن بعض الناس دخل عليهم الشيطان فتجده يهجر أخاه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المسلم أن يهجر فوق أخاه فوق ثلاث، وفي الحديث الآخر هجر المسلم سنة كقتله. يدخل عليه الشيطان من باب هجر أهل البدع، هجر أهل المعصية. الهجر هو ضرورة كأكل الميتة، يعني الهجر حرام بنص القرآن والسنة. متى يصار إليه؟ مثل أكل الميتة عند الضرورة، إذا كان ليس هناك أي مخرج آخر، مثل ما أيضا أكل الميتة لا يجوز أن يأكل الشخص الميتة إلا عند الضرورة ولم يجد غيرها. فكذلك هنا الهجران فيما بين المسلمين. ويستدل لك قال فلان من السلف،
أنني أهجر فلان ولا أكلمه ولا أشطر كلمة ولا أسلم عليه ولا أكل معه ولا ولا، هذا الكلام كلام فلان من السلف، لنفترض أنه من كبار العلماء، هل كلامه مقدم على كلام الله ورسوله؟ أبدا لا يمكن، كلام الله ورسوله مقدم على حتى مئات العلماء أو آلاف العلماء، فضلا عن أن يكون شخص واحد أو اثنين أو عشرة قالوا أهجر المسلم لأنه فعل أو فعل. وفي المقابل إذا هاجرنا ما هي النتيجة؟ إذا هاجرنا المسلم النتيجة يزداد عناد، إذا بسبب فسق أو بدعة يزداد عناد، يزداد إصرار، يزداد بعد وإلى آخره، فنكون في عندئذ عونا له على الإثم والعدوان وليس عونا له على العودة إلى الطاعة. سيدي الكريم، في واقعنا المجتمعي لا شك أنك تعرف كثرت مسائل الكراهية، التحريض على الكراهية، يعني التفرقة، هذه الأشياء أيضا، سوء الأخلاق مع بعضنا البعض، هل هذه من الإسلام؟ بمعنى آخر، كيف يمكن أن نحقق حسن الخلق في واقعنا؟ وهل حسن الخلق أيضا من حقوق المسلم على المسلم، أم أنه أيضا عملية استثنائية لا أكثر؟ أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة، الدين المعاملة، يعني أصل الدين، أساس الدين، مبدأ الدين هو حسن المعاملة، وفي الحديث الآخر المشهور إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهنا إنما حرف حصر، يعني أساس رسالة الأنبياء هي تتميم مكارم الأخلاق، تتميم حسن الأخلاق والمعاملة. لكن إذا جينا ننظر في واقعنا، أين نحن من حسن الأخلاق؟ تذهب الشارع تجد هذا يسب وهذا يشتم، هذه الأخلاق الظاهرة، وهذا يغش وهذا يرابي وهذا يلف وهذا يدور وهذا يخون وهذا. وفي الأخلاق الباطنة أيضا تجد الشحناء، البغضاء، الحقد، الحسد، الغل، سوء الظن إلى آخره، هذه أشياء مرفوضة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المرأة التي تقوم الليل وهي تؤذي جيرانها هي في النار، والمرأة التي لا تقوم الليل ولا تحسن لجنها إلا جيرانها هي في الجنة، فإذا بحسن المعاملة تنال ما لا يناله الصائم القائم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صيام وقيام مع عدم حسن المعاملة بين المسلمين غير مقبولة، لأن كل من تؤذيه من المسلمين سيأخذ من حسناتك. في الحديث المشهور أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة معه صيام وصلاة وزكاة وحج وقرآن وصدقة إلى آخره، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وتكلم في عرض هذا وسفك دم هذا، فيأتي يأخذ من حسنات هذا ويأخذ من حسنات هذا ويأخذ من حسنات هذا، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئته فطرحت عليه، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم. حسن المعاملة، ذاك الشخص سبحان الله ما أكرم الله، رفع غصن شوك من طريق المسلمين ولم يعمل خيرا قط غيره فغفر الله له. ليش؟ لأن في حسن معاملة ورفع أذى. تلك المرأة سقت كلب، تخيل، وهي باغية، بغية من بغايا بني إسرائيل، سقت كلب فغفر الله لها وأدخلها الجنة. فكيف إذا سقيت إنسان وأكرمت إنسان وأحسنت معاملة إنسان؟ فالإسلام هو حسن المعاملة، أساس الإسلام هو حسن المعاملة مع الخالق ومع المخلوق. فإذا تركنا هذا تركنا الإسلام. سيد الكريم، تلك سقط كلب، واليوم كثير من المسلمين ربما أصبحوا والكلب في فراش واحد، يعني هل هذه أيضا من حقوق الله، من حسن المعاملة، أم أنها سلوك شاذ؟ ماذا تعنون يعني؟ أقصد أنه في بعض اليوم، في بعض النساء وبعض الناس وبعض المتشبهين بالمجتمع الغربي يقيس، أنا يقيس هذا المقاس، يعني سقط كلب وإذا أنا الآن سأربي كلب. لا، كون الكلب في البيت في الحديث نهي عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا إلى كلب صيد أو ماشي أو حرث ينقص من أجره كل يوم قيراطان، لكن إذا كان يحتاجه لحراسة، لماشية، لمزرعة إلى آخره، لا إشكال في ذلك. أما في غير ذلك لا يصلح أن يتخذ كلب، لكن لا يعني أننا لا نتخذ الكلب أننا نؤذي الكلاب أو نؤذي المخلوقات. لا، أقصد أنه أعطاه الكلب أكثر من حجمه، عندما يورثه، عندما يعني يحممه، عندما يجعله في غرفة النوم، عندما يأخذه في السيارة، يعني هذه أشياء لا سلوكيات ربما شاذة. يعني إذا جئنا ننظر فيما يتعامل فيه الغرب مع هذا الأمر ستجد عجائب. يعني لما كنا في أمريكا قبل أشهر قالوا أن حوالي 2 مليار دولار سنويا تنفق في الكلاب، مستشفيات خاصة بالكلاب وأطعمة خاصة بالكلاب ونوادي خاصة بالكلاب ومدري إيش خاصة بالكلاب إلى آخره. نحن نقول فليعاملونا معاشر المسلمين كما يعاملون كلابهم،
لأنهم فيما هم في بلدانهم يحاولوا يرفهوا على الناس، لكن في بلدان المسلمين لا، استعمار، احتلال، نهب، تفريق، تشتيت إلى آخره، تجهيل إلى آخره. سيدي الكريم، اليوم السياسة غزت كل بيت، كل أسرة، في البيت الواحد أكثر من آراء متقاطعة، هذا مع الحزب الفلاني وهذا مع الطائفة الفلانية، وهذا يعني في تفرقة وشتات. هل الاتحاد وجمع الكلمة وجمع الشمل من الحقوق التي ينبغي أن تكون حاضرة في المجتمع الإسلامي؟ وما واجب الأحزاب اليوم المختلفة المتقاطعة فيما بينها فيما يخص الأخوة الإسلامية عموما وحقوق المسلمين على وجه أخص؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والأحاديث التي تنهى عن الفرقة والآيات والتي تأمر بالاتحاد كثيرة، لكن أريد أن أشير إلى هنا إلى أمر، وهو بعض الغربيين قال، وهذه صارت سلوك وثقافة عند الغرب، ولا بأس أن نستفيد من الأشياء الطيبة التي عند الغرب وهي موجودة في ديننا، ولكن لا بأس أن نستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من غير المسلمين كثير في السيرة. الشاهد نجد أن بعضهم قال: أنا ممكن، فيلسوف غربي قال: أنا ممكن أن أختلف معك إلى أبعد مدى، لكني مستعد أن أقدم روحي مقابل أن تعبر أنت عن رأيك. شوف إيش يقول، قال: أنا ممكن أختلف معك إلى أبعد مدى، لكن مستعد أن أقدم روحي ونفسي مقابل أنك أنت تبدي رأيك. أنا ممكن أختلف معك، لكن أنت لابد أن تظهر رأيك، ولابد أن أحترم رأيك، احترام الرأي ورأي الآخر. لا يعني هذا أني أحترم رأيك بمعنى أن رأيك صواب أو رأيك حق، إذا أنا أعتقد أنه باطل هو باطل، لكن في النهاية هو رأيه. نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. إيش معناه؟ معناها أنني لا أجبر الناس على رأيي الذي هو، أو ما أقول رأيي، على أساس النجاة عندي، أساس المعتقد وأصل المعتقد عندي، وهو الإسلام الذي يترتب عليه مصير سعادة الأبد أو شقاوة الأبد. مع ذلك أنا مرفوض في الدين الإسلامي أنني أجبر الناس على هذا الرأي الذي هو يعتبر أساس الدين. طيب ننتقل إلى السؤال الذي ذكرته، وهو أنه إيش واقع الأمة الآن؟ تجد في البيت الواحد هذا ينتمي للحزب هذا وهذا الحزب هذا، هذا للمذهب هذا وهذا المذهب هذا، لا بأس، لا إشكال، أنا عندي لا إشكال انتمي لهذا الحزب أو ذاك، هذا المذهب أو ذاك، لكن المهم نتعايش فيما بيننا البين، نتراحم، نتعاون، نتآزر، لا بأس نتناقش بالأدب بالعلم بالموضوعية، لكن أنا نتقاتل ونتناحر وفقا لهذه المسميات هنا المرفوض. الشيخ عبد الفتاح، في أقل من دقيقة الوقت كذلك يعني بيلف. نعم. الرحمة والشفقة والعطف على الصغير والكبير في المجتمع الإسلامي أيضا حق من حقوق الناس وحق مهم جدا. نعم. كيف نحققها في واقعنا؟ وهل أيضا هذه من الحقوق المتقابلة على المسلمين تجاه بعضهم البعض، أم أنها أيضا عملية استثنائية وسلوك يعني متروك للمزاج؟ نعم. هناك حديث يسميه أهل الحديث الحديث المسلسل بالأولية. هذا الحديث المسلسل بالأولية، كل شيخ يقول لتلاميذه: حدثني الشيخ فلان وكان أول حديث سمعته منه. والشيخ يقول عن شيخه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه. ما هو هذا الحديث؟ قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فنحن نريد أن تكون التعامل فيما بيننا البين، سواء بين الأب وأبنائه، الأبناء مع الأب، الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، مع الجيران، مع الأرحام، مع عامة المسلمين. مهم أن نشيع فيما بيننا خلق الرحمة، والرحمة هي عمل قلبي في الأساس، امتلاء القلب بالرحمة والشفقة والألفة والمحبة تجاه الناس، ينتج عنها أفعال وأقوال تعبر وتترجم عن هذه الرحمة. فإذا كانت موجودة في القلب ستجد أن معاملتك للناس معاملة شفقة ورحمة، وإذا كان في القلب الحقد والحسد والكراهية والبغضاء والانتقام ما شابه ذلك ستتعامل وفق ذلك، أو سيكون تعاملك انتقام. بل الرحمة والشفقة مطلوبة مع كل الخلق، مع
مع الحيوانات، مع حتى الكافر. الله سبحانه وتعالى طبعا يقول هذا وما أرسلناك إلا رحمة للحبيب صلى الله عليه وسلم، ما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ العالمين. للعالمين. ما قال للمسلمين، والعالمين يشمل كل الخلق، وهذا قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. بارك الله فيك شيخ عبد الفتاح، الوقت أدركنا ونحن لازلنا تقريبا في باقي معنا ثلث أكثر، لكن إن شاء الله سنستكملها في حلقة قادمة مناسبة في هذا الجانب. الآن سنبقى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل سوف نستقبل اتصالاتكم من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة، فكونوا معنا. البحرين نبيل الأخي مرابيل، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سؤالي للشيخ، طبعا هو خارج عن إطار الحلقة. تفضل. الحلقة. تفضل. أنا أسأل الشيخ بس على أساس فتوى. ما سؤالك؟ أنا موظف في فتوى بالسرقة العسكري. ما سؤالك؟ سؤالي هل سنوات الخدمة اللي نشتريها من الدولة هل هي حلال أم حرام؟ ما فهمت ايش معنى سنوات الخدمة؟ يعني هذا يعني مثلا طبعا شراء، يعني مثلا الدولة تعطيك 5 سنوات او 10 سنوات شراء، بمعنى فهمت سأله بعدين تشرح لي عادي، خلاص ان شاء الله تسمع الجواب. تسلم يا شيخ، بارك الله فيك. ام عبد الرحمن من مرحبا بك الكريمة، تفضلي، ما سؤالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولي سؤالك. الو، تفضلي، ما سؤالك؟ انت على الهواء. ايوه بس كان سؤالي طويل، كنت مثلا لو في تصريح تصريح يعني في لب الموضوع، الشيخ عبد الفتاح هكذا رقم تليفون ولا حاجه نتواصل، خذوا من الكنترول، خلي الشباب يعطوكم من الكنترول. عبد الرحمن معي من الحديده، مرحبا بك اخي الكريم. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل البضائع اللي في البريد نفس البنوك الإسلامية ولا في اختلاف يعني في أربعها؟ طيب تسمع لي يا إن شاء الله. ودائع البريد. أم محمد من صنعاء، مرحبا بك أختي الكريمة. لو سمحت عندي سؤال للشيخ. تفضلي، ما سؤالك؟ عندي سؤال، إذا ماتت الأم من الحق بتغسيلها، البنات أو للأجانب؟ تسمعين لي إن شاء الله. أحمد من السعودية، مرحبا بك. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بارك الله فيك، ما سؤالك يا أخي الكريم؟ يا شيخ المغترب راح يترزق الله، هذا يعتبر جهاد في سبيل الله؟ طيب تسمع لي يا مشاء. مختار، مرحبا بك يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سؤالك؟ اسمعني من الهاتف لو تكرمت. يا أستاذي اسمعني من الهاتف. اسمعني من الهاتف أولا. أغلق التلفزيون، أغلق التلفزيون لو تكرمت، أو أخفض الصوت. لا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى على ما قال الشيخ. أنت يعني ما أنتش مركز معي. مختار. أيوه معك. قل سؤالك. سؤالي يا شيخ، ما فرق بين اسود وابيض الا بالتقوى على ما قال الشيخ عبده؟ بس احنا بعض الناس يعني تشوفوا احنا قاعدين في الشارع وهذا يقول لك هذا خادم هذا اسود، يعني التفرق من الناس طبيعي؟ استغفر ما فيش يعني ايمان او ثقه، يعني كاخوه احنا كناس مسلمين ندخل الجامع نصلي ونذهب الى المساجد ونخرج من المساجد نصلي ونقرا القران ودرسنا متعلمين، بس اكثر الناس يقولوا ان احنا اخدام. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تسمع جواب، تسمع الاجابه ان شاء الله. ام احمد من مرحبا بك، تفضلي، ما سؤالك؟ يا اخي اسالك من زكاه الذهب. زكاه الذهب ما لها؟ ايوه مقدارها. معي ذهب للبسه، عم يجود زكي او ما زكي؟ كم بقى كم؟ ها كم معك ذهب؟ كم ما يقدر يسمعها؟ خلاص تسمع الاجابه. بارك الله فيك، تسمع الاجابه ان شاء الله. تمام. أم عبد الرحمن من عدن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي نسأل الشيخ سؤال، تمام، بس سؤال طويل وقد ما فيش في جميع جوانبه. في خصومة ما بين الأم والابن، تمام؟ مش خصومة، إن الأم كانت بتقسي على ابنه الصغير وهكذا وتعامله معاملة غير الأخوان الثانيين، ودحين لما كبر الابن استوى كبير ما يروح يزوره.
وهي كمان تقدم له كلام كذا كبير فرق بينه وبين زوجته. كيف تعامل معه؟ تسمعوا الجواب. طيب ممكن شاء تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله. محمد من السعودية، مرحبا بك يا أخي الكريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي الشيخ يا أخي على هذا البرنامج الممتاز. بارك الله فيك، ما سؤالك؟ سؤالي ما رفيعات الأخوان مثلا من شهر شهرين أو سنة أو سنتين أو ما السؤال؟ ما القطيعة تقصد القطيعة بين الإخوان؟ نعم. ها ركم القناة تمام إن شاء الله أسمع. أم محمد من صنعاء، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي من الأول مباشرة. السؤال الأول، هل الميت يسمع وهو ميت؟ طيب. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ طيب. السؤال الثالث، إيش العمل اللي تفعله المرأة بحيث إنه يصل لزوجها وهو ميت؟ طيب. بارك الله فيك. وحيد من الحديدة، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، أنا الشيخ لو سمحت. تفضل قل سؤالك. ما حكم الزوجة التي تخرج بدون إذن زوجها؟ تسمع الجواب. تسمع الجواب. معي متصل آخر، مرحبا بك. من معي؟ هلو. تفضل، من معي، ما اسمك؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله مرحبا، ما سؤالك اخي الكريم؟ كيف حالك؟ بارك الله فيك، ما سؤالك؟ سؤالي يا حبيبي على ان الدوله عمرت معنا في اسكان في الاوقاف وما هو واجب الاوقاف؟ ما فهم السؤال. من اي ناحيه؟ من اي ناحيه واجب الاوقاف؟ يعني الدوله عمرت لنا في الاوقاف احنا ساكنين في الاوقاف، يعني ما يلزمنا. ها طيب، تسمعون اليوم يلا. عامر من يافا، مرحبا بك يا اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عبد الفتاح، كيف حالك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله، تفضلوا. ما سؤالك؟ شكرا على البرنامج. ما سؤالك اخي؟ عندنا واحد من شغال في امريكا ويعني مضطر يدور عمل، ما حصل عمل، واشتغل في سوبر ماركت هذه تبيع البيرة. ايش الحكم؟ ايش حكمه؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. اخر المتصلين، عبد الغني من ريما، مرحبا بك يا اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل، ما سؤالك؟ هل يجب على الزوجه العمل في البيت، يعني طاعه للزوج؟ تقصد الخدمه في البيت يعني؟ يعني تقصد الخدمه، يعني طاعه للزوج في البيت، في امور البيت، يعني الطباخ والغسيل. هل هو واجب عليها؟ لا مش واجب. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك، تسمع الجواب ان شاء الله. الشيخ عبد الفتاح، يبدو ان الاسئله كثيره. نبيل من البحرين سأل، هل سنوات الخدمة تشترى من الدولة حلال أم حرام؟ شرح لي الخدمة. يعني أنت مطلوب منك وفقا للقانون أن تأخذ 35 سنة مثلا. وصلت إلى 30 سنة وتريد أن تشتري الخمس سنوات الأخرى، تدفع حصة الحكومة في هذا الجانب. وبتريد أن تدفع نسبة معينة اللي هي هو بيقطعوه منك سنويا، بيقطعوه بالسنة. تقصد الاستقطاع من الراتب يعني. الاستقطاع من الراتب مقابل بالضبط، مقابل الخمس سنوات الأخرى اللي أتغادر منها. يبدو انه ما فيش مشكله، بس الاشكال مش هنا، يعني هذا سيعود الى الاتفاق بينه وبين الدوله، ما فيش اشكال. الاشكال يكمن في ان الدوله اين ستذهب بهذا المال؟ هل ستذهب به الى ان يستثمر في اشياء حلال شرعا؟ ما فيش اشكال. اما اذا كانت ستعطي بنوك ربويه لترابي به، سيكون الاشكال هنا، وهو سيكون الاشكال على الدوله وليس على الشخص الذي يشتري سنوات الخدمه. بارك الله فيك. عبد الرحمن يسال، هل الوديعه في البريد هي وديعة إسلامية، يعني بمثابة الوديعة في البنوك الإسلامية، أم تختلف؟ طبعا عودة على السؤال قبل أن نصل إلى هذا السؤال، عودة على السؤال الأول، هي طبعا أشبه بالتأمين، لكن ليش في الدولة يعني غير ممنوع؟ يعني هو في غير الدولة ممنوع أنك تذهب إلى شركة تأمين وتعطيهم فلوس مقابل بعد ذلك يعطوك راتب، لأن الدولة أصلا مطلوب منها شرعا أنها تعطي نفقات للمعوزين وللكبار والذين انتهت خدمتهم، فعندئذ أنت تعتبر مشارك
فيما سيعطونك إياه، وهم يتحملون بعد ذلك تبعات ما سيعملون سواء يعني فعلوها في حلال أم في حرام. لكن هناك فرق قصدي ما بين شركات التأمين وما بين الدولة، الدولة مطلوب منها أنها تنفق على الناس. السؤال الثاني ودائع البريد. طبعا بناء على ما أعلم من البريد اليمني، وقد يكون صحيح ولا صحيح، أنه لا يتعامل وفق النظام الإسلامي في تعاملاته سواء في المرابحة أو المضاربة، وإنما يتعامل بالقرض والاقتراض. الخلاصة إن كان البريد يتعامل بالقرض والاقتراض لا يتعامل بالمرابحة والمقارضة، فلا يجوز أن نستثمر في البريد أو حتى نضع أموالنا في هذا البريد. لكن إذا كان يتعامل ضمن المرابحة عند البيع وبالمضاربة عند العطاء عند الأخذ فلا إشكال في ذلك. الخلاصة فيما يتعلق بالمضاربة ما هي؟ تعطي فلوس يستثمرها لك وأنت شريك في الربح والخسارة. المرابحة يشتري هو سلعة ثم يبيع لك سلعة ولا يعطيك مال. بارك الله فيك. أم محمد، من الحق بغسل الميت؟ بناتها أم الأجانب؟ المرأة إذا ماتت لا يحق أن يغسلها الرجال أبدا ولو كانوا محارم لها، وإنما يغسلها النساء، والمقدم الأقرب فالأقرب. فالأبناء أو قل البنات مقدمات، ثم الأم ومن فوقها يعني الأم والجدة، ثم الأخوات، وهكذا ترتيب النسب. نعم. بس هل هناك شروط معينة في مسألة أحيانا قد تكون بنت غير مجيدة؟ لا، لابد أن يكون الغاسل عالم كيفية التغسيل بالصفة الشرعية. لكن لنفترض أن البنت تعلم كيف تغسل بالصفة الشرعية وامرأة أخرى بعيدة تعلم، فأيهما مقدمة؟ البنت بلا شك. سيد الكريم، هل المغترب طلب للرزق يعد مجاهدا؟ في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تضع في فم امرأتك، كناية عما تنفق عليها. وفي الحديث الآخر من خرج بما معنى من خرج طالبا للرزق ليعف أهله فهو صدقة في سبيل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل هذا إذا نوى به نية صالحة أحسن النية له به أجر، بل إذا وسع النية أنه يؤدي فرض من فروض الكفايات، لأن أعمال الدنيا هذه تعتبر فروض كفاية أيضا، أن يوجد في الأمة أطباء ومهندسون وإلى آخره من التخصصات الدنيا تعتبر من فروض الكفايات. فإذا نوى أنه يغطي فرض كفاية واحد، ونوى أيضا أنه يعف نفسه وأهله اثنين، فسيكون بهذه النية إن شاء الله مأجور، وإن شاء الله أنه في سبيل الله، لكن ليس كالجهاد في سبيل الله بمعنى جهاد نشر الهداية، يختلف، لكنه إن شاء الله فيه أجره في سبيل الله. سيدي الكريم، فعلا مختار يسأل عن مسألة يعني المنابزة في التفرق بين السلالة أسود وأبيض، أيضا احتقار الناس بسبب ربما مهانهم، أيضا هذه المسائل هل هي من الدين بالصلاة؟ لا فرق كما قال سبحانه الله سبحانه وتعالى، يعني لا فرق بين أبيض وأسود إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أبيض وأسود إلا التقوى. دعني هنا أخذ شوية من الوقت ونختصر بعدين في الأسئلة الأخرى. لما كان الأخ بيتكلم أنا قف شعر رأسي، ليش نحن مجتمع مسلم بنفعل هكذا؟ بنميز حسب اللون. في أمريكا كان عندهم التمييز بين الأسود والأبيض لعام 1965 في ضمن الأنظمة ولوائح الدولة. من عام 65 إلى الآن يعني ألغيت التمييز فيما يتعلق بالنظم واللوائح في الدولة، خلاص صار ما بيستمييز بين أسود وأبيض. خلال هذه السنوات الآن أوباما الذي هو الرئيس أسود، يعني انظر كيف نحن من متى عندنا نفي التمييز في المسلمين؟ من 1400 سنة، من وقت ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنهى التمييز بالألوان. سيدنا بلال، نحن نقول سيدنا بلال رضي الله عنه، بلال حبشي أسود، لكن نحن نقول أنا سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا بلال. وكثير من العلماء على مر التاريخ كانوا من هذا البشر، يعني هذه أمور أصلا وضعها ربي أسود وأبيض، يعني إذا احتقرنا خلقة الله. أذكرنا قصة مختصرة، الأمر مهم. اختلف أبو الدرداء أبو ذر وبلال في موضوع، يعني سبحان الله يدخل الشيطان أحيانا. أبو ذر قال يا ابن السوداء، يكلم بلال. بلال تألم، وش تألم لنفسه؟ تألم كيف إحنا قد ارتقينا من هذه الأشياء ورجعنا لها من جديد، كيف يا أبو ذر؟ راح حزين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له القصة. ذهب بلال، النبي صلى الله عليه وسلم طلب أبو ذر، جاء أبو ذر قال له يا أبو ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي. تعيره بأمه؟ إحنا قد خلصنا الجاهلية ورجعنا الجاهلية من جديد، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك. قال أفي جاهلي رسول الله بعد ما أسلمت؟ قال نعم فيك جاهلية. ذهب أبو ذر بيدور بلال، وين بلال؟ حصل بلال.
وجد بلال اضطجع تحت بلال قال والله لا أرفع رقبتي حتى تدوس برجلك على رقبتي. يقول لبلال لا إله إلا الله. فقام بلال يحتضنه وبكوا وتسامحوا وانتهى الكلام. يعني مش معقول الكافر أحسن منا يزيل الطبقية ونحن لنا 1400 سنة ونرجع من جديد. إن شاء الله في مجتمع المحلي سنزول هذه المسألة. تفائلت خيرا بمسألة يعني تمثيل الفئة المهمشة السمر أو القبائل السمر كما نسميهم في مجتمع الحوار. هذه بادرة طيبة وإن شاء الله سنتخلص من هذه الأمراض إن شاء الله تزول مجتمعيا في ضمن التعاملات الاجتماعية. بارك الله فيك. أيضا أم محمد تسأل عن زكاة الذهب. نعم أكثر العلماء أنه الذهب الملبوس الذي ليس للإدخار وإنما لللبس ولو تلبسه حسب العرف في المناسبات أنه ليس فيه زكاة. الإمام أبو حنيفة يرى أن فيه زكاة وإذا أرادت تحتاط تخرج فهو الأفضل وفيها 2.5% إذا بلغت النصاب وهو 85 غرام. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل عن خصومة بين الابن وأمه أدت إلى قطيعة الأم في الكبر. ما الحكم الشرعي خاصة أن الأم تعرض على طلاق الزوجة؟ طبعا العلاقة متبادلة حسن المعاملة بين الابن تجاه الأم والأم تجاه الابن، لكن حق الأم كبير مهما فعلت. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفة. لهم يجاهدونك على الكفر لابد تحسن إليهم. فعندئذ نحن نوصي هذا الابن بأنه يذهب يقبل رجلي أمه، حاول يوسط لها حتى ترضى ولو أساءت. ولا يعني هذا حين نقول لها تسيء، هي يجب عليها أن تحسن وأن تحفظ لسانها من الكلام السيء وأن تحسن معاملة ابنها إلى آخره. لكن الابن مهما فعلت الأم لابد يذهب ويقبل رجليها ويطلب رضاها ويحاولوا أن الإخوة أو الأقارب أنهم يدخلوا بينهم ويصلحوا ذلك. فإن كانت من عزالة معصرجة يعني ما فيش أمل مهما فعلت، هو يصبر ولا يسيء، يعني يأخذ بالواجب وبعدين يترك. نعم. الموضوع لها. نعم يحسن وهي أيضا تنصح من قبل. بارك الله فيك. الأقارب ومن إليهم. ما حكم القطيعة بين الأخوان بين الإخوة بشكل عام؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالقطيعة الأرحام صاحبها ملعون، يجب أن يتصالحوا ويعودوا. شيخ عبد الفتاح لو تكرمت يعني ممكن إجابة يعني مباشرة، هل الميت يسمع؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلم أهل بدر الذين قتلوا في بدر من المشركين كان بيخاطبهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من المشركين قريش؟ قال عمر يا رسول الله كيف هم أموات الآن كيف يسمعون؟ قال هم أسمع لما أقول منك، يسمعوني أحسن منك. بارك الله فيك. في عالم الأرواح. وهناك حديث كثيرة جدا فيها أن الموتى يسمعون وهو مذهب جماهير أهل العلم. هل يجوز زيارة القبور للمرأة؟ طبعا هذه مسألة خلافية، بعضهم يمنع مطلقا بعضهم يجيز مطلقا بعضهم يجيز إذا كان في حالات استثنائية بعضهم يجيز إذا كانت داخل البنيان وليست في الخلاء إلى آخره. لكن الخلاصة إذا كانت ستأمن على نفسها وتأمن الفتنة على غيرها فلا إشكال في زيارة القبور وقراءة الدعاء والفاتحة إلى أرواح الموتى. ما العمل الذي يصل إلى الميت من زوجته؟ عموما الأعمال التي تصل إلى الميت سواء من زوجته أو من غيرها، هناك الأعمال المالية تصل بلا خلاف كالصدقة، الأعمال المالية والبدنية المختلطة كالحج تصل بلا خلاف، الأعمال البدنية المحضة كالقرآن والصلاة والصيام محل خلاف وجماهير أهل العلم على أنها تصل والأمر في ذلك واسع. بارك الله فيك. بقي معنا 4 دقيقتين ومعنا 4 أسئلة. ما حكم الخروج بدون إذن الزوج؟ طبعا نعيد نقول العلاقة متبادلة بين الزوج والزوجة، لأن بعضهم ممكن يريد أن يأخذ الفتوى ليتسلط بها على الزوج. الزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، لكن لا ينبغي أن يتعنت الزوج إذا أرادت تذهب تزور أهلها أو تزور جيرانها أو تخرج لحاجة ملتزمة بالضوابط الشرعية فليأذن لها، لكن لو أصر ولم يأذن لها لا تخرج إلا بإذنه إلا لضرورة. بارك الله فيك. الدولة عملت يعني أبو عبد الله تقريبا بيسأل يقول الدولة يعني عملت لهم فلل في من الأوقاف وهم ساكنين أيضا في يعني في الأوقاف أنفسها يعني هم لا تلزمهم هذه الفلل، فما إذا كانوا مستأجرينها من الأوقاف يلزمهم أن يؤدي الأجرة المتفق عليها. وإذا كانت الأوقاف كما هو حاصل في اليمن لا تأخذ الأجرة المناسبة أجرة المثل كما هو حاصل فيجب عليها أن تعيد العقود، ويجب على الناس إذا كانوا فعلا الأجور دون المثل أن يزيدوها ويجددوا العقود. بارك الله فيك. عامر هل قال يشتغل في
سوبر ماركت، في سوبر ماركت بها يعني فيها بيرة تقريبا في أمريكا، ما الحكم الشرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله في الخمر 10، وذكر منها حاملها ومحمولها وبائعها ومشتريها إلى آخره، فلا يجوز. لكن إذا كان باب ضرورة، بمعنى أنه سيموت جوعا وهذا أظنه بعيد، عندئذ لا بأس من باب الضرورة. وإن كان من باب الضرورة يحاول أنه لا يبيعها، يبيع الأشياء الثانية ويخلي الوزر لغيره ويبحث عن عمل بديل. نعم. عبد الله يقول هل يجب على الزوجة الخدمة في البيت طاعة للزوج؟ طبعا في عندنا حالة المشاحة وعندنا حالة المودة. قال وجعل بينهم مودة ورحمة، من آية جعل لكم من أنفسكم تسكنوا يجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة أساس العلاقة الزوجية. فعند المشاحة المرأة لا يجب عليها أنها تطبخ لزوجها أو تغسل لزوجها، لكن عند المشاحة أيضا لا يجب عليه هو أن يعالج زوجته إذا مريضت. نحن ما نريد تصل العلاقة بين الزوجين لدرجة المشاحة، نحن نريد ألفة ومحبة وعلاقة متبادلة حميمة بين الناس بين الزوجين، هكذا تكامل تعاون إلى آخره. بارك الله فيك شيخ عبد الفتاح. الحلقة أوشكت على النهاية من خلال هذه الحلقة أيضا، وفي كل حلقات طبعا شكري ومودتي وشكر القناة يعني قائمة لك باستمرار ولن تنتهي. باسمكم مشاهدين الكرام أشكر الشيخ عبد الفتاح قدش اليافعي الباحث المتخصص في علم الشريعة، رئيس مركز الخيرات العلمي الدعوي، الذي دائما هو معنا في كل حلقات البرنامج. هناك أسئلة كانت بجعبتي سأؤجلها إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.